قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على منا وطمنا على حاله الطقس. صباح الخير عليكي منا. صباح الخير عليكي يا شاذلي. صباح الخير عليكي جمانة. النهارده الجو لطيف شتوي دافئ كعدته يعني في الفتره دي. طيب عظيم تفاصيل الطقس واعتقد معاكي كمان جوله مرور ان شاء الله هنعملها دلوقتي حالا. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه في احوال الطقس النهارده. الطقس النهارده هيكون دافي على القاهره الكبرى والوجه البحري، وفي النهارده نشاط رياح على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. هنلاقي كمان أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 23 درجة بانخفاض درجتين عن امبارح اللي كانت 25 درجة. أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37 درجة، والأقل هتكون في السلوم 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة. احنا شايفين مع بعض الخريطة ممكن تكون فيها ألوان مختلفة مكسوة باللون البرتقاني والأخضر، معناها ان في بعض الكثافات المرورية. خلينا نتعرف مع بعض هتكون موجودة فين. احنا خلاص تأقلمنا على وجود الزحمة الصباحية بالتزامن مع موعد دخول الطلاب للمدارس والجامعات ووصول الموظفين لأشغالهم. هنبتدي مع بعض جولتنا من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية. لو بصينا على الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير، كمان بعض الكثافات للي هيكمل معانا لغاية المعادي وحلوان ولغاية 15 مايو. هنروح في اتجاه كوبري اكتوبر زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنشوف كمان اللي بيكمل لمناطق الإسعاف ورمسيس هنلاقي سيولة مرورية نسبية. الكثافات طبعا هتزيد بعد شوية على طول كوبري اكتوبر ولغاية نزلة غمرة والعباسية. لو بصينا بقى للمتجه لشارع بورسعيد للشرابية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأمرية والعكس هنلاقي فيه كثافات. الناس اللي هتقدر تاخد الطريق الداري ياخدوا بالهم كويس قوي من الكثافات عند مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص ولغاية نزلة الطريق الزراعي. تعالوا مع بعض نبص على خريطة الجيزة اللي هتظهر معانا دلوقتي. حالا ظهرت بالفعل الخريطة مكسوبة باللون الأخضر، بالرغم من ان احنا عارفين ان في مناطق بيبقى فيها كثافات ثابتة عند مناطق الأعمال اللي احنا عارفين انها موجودة، سواء في محطات مترو الأنفاق اللي بيتم حفرها او في التطوير اللي بيحصل عند نفق النهضة. خلينا نبتدي مع بعض ونشوف الكثافات المرورية اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية ودخول المدارس والجامعات وتوجه الموظفين والعمال لأماكن شغلهم، وتواجد طبعا تام لرجال المرور للعمل على تنظيم حركة المرور. هنبتدي مع بعض من محور 26 يوليو. احنا شايفين كثافات مرورية في المتجه لميدان لبنان، اما لو بصينا بقى على محور صفت اللبن هنشوف كثافة مرورية. لو بصينا على شارع الهرم هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية بتزيد مع ميعاد الذروة وبتوصل معانا لغاية العشرين ومشعل والطلبية. هنلاقي كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق ولغاية العشرين. هنلاقي كثافات كمان ظهرت عندنا عند شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. وهنلاقي كمان كثافات متحركة بتظهر في مختلف الأماكن في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة المترو. وكمان هنلاقي طبعا دخول ميعاد الموظفين هو اللي بيتسبب في الزحمة المرورية دي. هنكمل مع بعض ونروح لمحافظة سوهاج وهنبتدي من محطة قطار سوهاج. هنبتدي من محطة القطار، الطريق عندها بيشهد كثافات مرورية طبعا نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض. احنا هنلاقي بعدها احنا شايفين طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش، هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي فيه بعض الكثافات النسبية. طريق الحواويش الرئيسي هنلاقي فيه سيولة نسبية، أما طريق المنشية وطريق أخميم جرجة هنلاقي فيه سيولة مرورية في الاتجاهين للي جاي لمدينة سوهاج والعكس. هننتقل مع بعض لآخر محافظاتنا النهاردة
محافظة بني سويف، ونبتدي من كوبري بني سويف. احنا شايفين قدامنا سيولة مرورية نسبية، هنوصل لطريق كورنيش بني سويف زي ما احنا شايفين. احنا شايفين دلوقتي سيولة مرورية، هنكمل مع الكورنيش ولغاية ما نوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة، هناك هنلاقي سيولة مرورية تامة. إجمالا كده استعرضنا مع حضراتكم الأحوال، سواء كانت المرور أو الطقس النهاردة. هيكون عندنا أكتر من تحديث على مدار الحلقة، لكن خلينا على طول نروح لجمانة والشاذلي ونبتدي معاهم حلقتنا. اتفضل يا شاذلي، واتفضل يا جمانة. بنشكرك يا منى، شكرا جزيلا. شكرا.